السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين. سمحوا لي يعني مقربة الصورة بزاف هكا باش تشوفوا برك فيديو اليوم. رجعت الفيديوهات تحبوهم هو الفيديو عن ذهب. أولا قبل ما نبدأ الفيديو اللي مش مشتركة أو مش مشترك وأول مرة يشوف الفيديو يدير اشتراك ويدير لايك ويفعل قبل لايك يفعل جرس للكل باش أي فيديو نحطه يوصلوا ويكون متابع ليا ومتابعة ليا بربي ان شاء الله. وديروا لايك وتعليق ولا سؤال ولا اقتراح ولا اي شيء. وانا سعيدة بانه كل مرة يجيني سؤال هكا باش نبني انا الفيديوهات نتاعي وندير الفيديوهات تاعي في نفس المضمون وفي نفس الوقت انه حسب اسئلتكم وحسب الحوايج اللي تطلبوها مني. كاين اللي مشترك او دائما واش يدير يدير لايك للفيديو مشاهدة وتعليق ولا سؤال ولا اي شيء. اذا درتوا حتى حاجه ديروا الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربي يحفظكم ان شاء الله. توحشتكم ولا غير توحشكم بزاف بزاف بزاف. غبت شويه برك يومين ولا نقول لكم علاش غبت كي نوجد الفيديو نقول لكم واش درت يعني واش كذا. مع اني شاركتكم شويه حاجه هكا وسالتكم وحسب رايكم نتوما وحسب نصيحتكم راني درتها. ما نطولش في الفيديو ياسر دقيقه ونص فاتت. المهم فيديو اليوم هو عن مشتركه سالتني قالت لي ام سيفو انا يا عروسه يعني مخطوبه وكل شيء وعطاوني الشرط تاعي. الشرط تاعي 20 مليون 20 مليون حابه نديرها غير ذهب. يعني هي على بالها سالت لانه اصلا السؤال تاعها انه عارفه بلي الذهب غالي و20 مليون يعني حليل كما نقولوا حنا واش حيدير الوقت هذا واش حيدير ال20 مليون. المهم هي قالت كنصحيني واش ندير 20 مليون واش ندير بيها. انا ننصحك اول شيء هاو كاين دوكا كاين حالات كاين واحدة انا نجاوبك انتيا ونجاوب اي واحدة وبصفة عامة يعني وندير الحالات وانتيا واش من حالة شوفي واش من حالة انتيا شوفي لانه ما عطينيش تفاصيل. انا نجاوب بصفة عامة شوفي كاين حالات. الحالة الاولى انه تكون هذه المخطوبة هذه العروسة تكون يعني عندها الذهب شوية يعني عندها بزاف من بنتها امها ولا عندها شوية ولا المهم عندها شوية. اصلا هذه العروسه لو كنت عندها يعني انا كل كيف كيف كنت عندها ما تسالش يعني واش ندير واش ندير حارت يعني تلمو انه الحوايج ياسر اللي لازم تديرهم وفي نفس الوقت يعني ما عندهاش بزاف يعني الدرهم راهي 20 مليون هذاك ما كان يعني ماشي حاجه. بكري كان الشرط 20 مليون قبل 10 سنين قبل 20 سنه هكا كان يديروا الله يبارك يدير كلش. بصح دوكا 20 مليون يعني بقى الشرط 20 مليون وما دير والو. بصح ما انه مش لازم يعني انه الشرط تاعنا نديروا ذهب ماشي لازم. بصح هي حبت اعطيها الصحه يعني حبت انه ما تضيعش الدراهم تاعها وديروا ذهب يعني في حقها. شوفي اذا ما كانش عندك انا نفرض انه ما عندكش خلاص واش عندك. اذا كان في الحاله انه عندك هذيك زيادة الخير خيرين. شوفي الحاجة اللي ناقصاتك وديريها انتيا ولا غيرك. اي حاجة ناقصاتك ديريها. اذا كان عندك الحوايج الصغيرة كل روحي ديري الحوايج الثقيلة. اذا كان عندك غير صغيرة غير حاجة ولا زوج شوفي انتيا يعني الحوايج اللي ناقصينك. مثلا عندك عندك سنسلة هكا دايرة سنسلة تعبي رقبتك. عندك ليبو كل ما عندكش خاتم نعرفوا العروسة كل واش ندير يجيب لها راجلها. احنا عندنا في عاداتنا وكل وحدة وعادتها مع انه تقريبا كيف كيف احنا في الجزائر بصح نختلفوا شوية. احنا عاداتنا عندنا خاتم تاع الشوفة والخاتم تاع الحنة. يعني خاتم تاع الشوفة كي يخطبها وكل شيء قبل كان يمدوا دراهم دوكا عادوا يمدوا خاتم يلبس لها خاتم امه والله هي هو والله المهم خاتم. وكاين خاتم تاع الدوبلي هذاك تاع العرس هذا كل معناها انتي ضامنه زوز خواتم هذه ضامنتهم. يعني اذا كان عندك خاتم من قبل خلاص الخواتم ما تزيديش مفهوم. اذا كان عندك خواتم من قبل لشتا خاتم واحد ما تزيديش لانه خاتم واحد مع زوج شحال يولو ثلاثه. اذا كان عندك سلسله اذا كان عندك سلسله تاع الدوم يعني تاع الدار تلبسيها في الدار روحي شوفي سلسله ثقيله شويه ديري سلسله ماشي ما تلبسيهاش في الدار. سلسله ثقيله تاع مناسبات تاع عرس تاع حفلات تاع كذا تاع تلبسي في العيد تلبسي كذا تلبسي فهمتيني. وهذيك تاع الدوم هذيك هاي عندك تاع الدوم تعودي انك مع اهل راجلك وكل شيء اهلك مره اخرى بربي ان شاء الله ويوصلك وتروحي لمربي ان شاء الله ولا مع يجيك كات وديري لابسه في الدار ماشي عريانه ومشي لابسه.
قادر تجي لي تعليقات هي تدير بلاكيور، هي ماشي تسال عن بلاكيور، هي تسال عن ذهب، حابه تدير شويه ذهب تلقاهم من الاخرى، تحب تبيع، تحب كذا، تحب تلبس تستمتع، هي عندها شرطها. في شرطها بالصداقة هذا راهي راهو هديه للمراه وهي حره فيه، ماشي معنى محتمه انه تروح ديروا فلاش وتديه للزوج او ليها، قادر حتى تدكو في الكونت وما تصرفش منه، تلقاه من الاخرى اي جسمة تاعها، تشري حتى شوكولا اي تاعها، هذا هو في الدين، اي هدية من الزوج للزوجة تاعو. فهمتيني؟ دوك نشوفو دي النقائص تاعك. اذا كان ما عندكش خلاص، اذا كان ما عندكش خلاص واش ننصحك؟ كاين حالتين، يا الحالة الاولى انك ديري بالقطعة، مثال ديري سلسلة نتاع الدار. شوفو انا مش عندي سنة، دقيقة برك اني لابستها على كيف نقول لكم، دقيقة برك وتعرفوها يعني شفتوها قدام فيديو اللي ما شافنيش هاني نوريها لكم. شوفوا واش عندي انا، ها هي وراها عندي سلسله كارتي، ها سلسله كارتي، هذه سلسله كارتي شريتها قبل بشويه نورمالمون دركا راهي، شوف ها هي وراها نورمالمون دركا راهي شويه دير تجيب تجيب، انت ماشي شرط تشريها غاليه كما هذه، يعني خشينه كما هذه. المهم ننصحك بالكارتي اذا ما عندكش خلاص وحبيتي مثال سلسله تاع الدار نتاع الدوم، سمحوا لي التليفون سيبورا وداه راجلي. المهم ننصحك بالكارتي، ماشي شرط تكون يعني ثقيله كما هذه، تشريها حتى خفيفه شويه، المهم تحكم لك رقبتك في الدار تاعك. كارتي مثال شريها انت في حدود، مانيش عارفه شريها في حدود 5 6 هكا، كاين كاين يقول لي 5 6 رقيقة، لا لا كاين حتى تاع 2 ملاين، كاين تاع 3 رقاق، هذوك خلاص من 5 ل 8 شوية متوسطين ملاح تاع الدار. انت راكي 20 مليون، احنا حنقسمو برك، اشريها مليحة 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 بزاف بزاف بزاف، هذه نقولوا سلسلة تاع الدار، اوكي شريها هانا تهنينا منها. لازم لازم لي بوكل في ودنيك، اوكي لازم ديري لي بوكل في ودنيك تلبسيهم، شري خرين سامبل او البارود هذا اللي تسمعوا فيه على ناس، اشري خرين سامبل. شفتوا هذو يشبهوا لهذو، هذو راهم مثال تلقاهم كيما هذو تاع العرس، انا نشري لها تاع دوامي هذوك تاع العرس لي بوكل عاديين دوكا خارجين، يعني واش نقول لكم، اذا عندك ثقبه وحده ثقبتين يعني شري زوج، ولا اكيد راكي دايره انت حاجه في ودنك، اذا ما كنتش دايره خلاص اشري حاجه روحي بدلي نتاعك لكن دايرتها هذيك، وشري وحده هكا مودرن جديده كذا في حدود يعني كيما نقولوا حنا 2 ملايين، يعني من اقل حاجه حتى لزوج ملايين، من مليون لزوج ملايين، تكون هذه 5 6 وتكون الاخرى 2 ملايين، يعني تكوني في حدود 7 او تكوني في حدود 8، فهمتيني؟ فهمتيني كيف عندك تقولي 8 ما تجيبش، راني تجيب تجيب دوك نوري لكم حتى كيما نقولوا حنا في مره اخرى فيديو جاي ان شاء الله نوري لكم صور، صور عن صفحات راني متبعتهم وكذا وكنت نشري من عندهم، يعني حاطين يعني من الاسعار المنخفضه خلاص حتى الكبير. انا مش نقول لكم انا شرو الجرازيلا وشرو شرو تاع اللوكال، اللوكال رخيص تاعنا احنا 18 قيراط خلاص، 18 قيراط هذاك هو اللوكال. هاكي شريتي سلسله تاع الدار وشريتي لي بوكل. الخواتم قلت لكم اذا كنتو كيما حنا عندك تاع الشوفه وعندك تاع تاع الشوفه وعندك تاع الحنه تاع الحنه تاع الزواج تاع الدوبلي بزاف عليك ياسر، يعني زوج بداي بيهم برك، حنا نقولوا بداي بيهم ومره اخرى بربي ان شاء الله راكي تزيدي ان شاء الله. المهم تكون عندك زوج نتاع العرس تاعك تاع الزواج تاعك طول لبساته، والاخر ثاني معاه زوج الحمد لله، كي تزيدي كش ما تزيدي واحد بلاكيور ولا كذا، كي كي كيما نقولوا حنا تزيدي شويه وتلمدي شري خاتم، شري خاتم يعودوا لك 3 الحمد لله يا ربي. خلاص نزيد وين نروح، شرينا سلسله وشرينا لي في رقبتك تحكميها تاع الديما، وشريتي حاجه في وذنيك، شريتي عندك خواتم الحمد لله، واش نشرو دوكا؟ دوكا رانا في حدود، حدود وشي رانا في حدود نقولو قلت لكم 8 هكاك ولا 8 سيدي ماكسيموم 10 سيدي، إذا شريتي سلسلة خشينة ماكسيموم 10، تبقى لك وشي روحي اشري العشرة هذيك اشري بها باغيغ نتاع ذهب. راني حطيت لكم في المنتدى اللي راهي متبعتني الآن هذه تاع صاحبة السؤال إذا كانت حاضرة، إذا ما كانتش حاضرة أي وحدة اي وحده شافت الفيديو باش تتاكد يعني تروح للمنتدى تاعي، حطيت لكم 3 ولا 4 تاع الباغيغ وقلت لكم خيروا لي، راني حابه نشري واحد. انا الدراهم اللي كانت عندي راني يعني مازلت ما هزيتهاش باش نشري، بصح عرفت واش حنشري خلاص.
حسب نصائحكم وحسبوا شحاب انا، ودرت يعني قرار قلت واش نشري. روحوا شوفوا المنتدى وشوفوا لي باغيغ غير ب 8 ملايين وب 9 ملايين وب 10 ملايين. خلاص تشري باغيغ صغير، كي نقول لك باغيغ ماشي حاجه كبيره، باغيغ واش فيه هذا؟ فيها لي بوكل، فيها سلسله بالموتيف نتاعها، وفي خاتم. انت دوك حنا لا كما نقولوا حنا السلسله دوزيام، عندك زوج سلاسل، زوج سلاسل وخاتم ولي بوكل. دوك انت هي لي بوكل عندك، اكيد خيري الباغيغ تاعك، خيري الباغيغ اللي ما فيهش لي بوكل وفي غورمات، ما فيهش لي بوكل وما فيهش واش اسمه، ما فيهش لي بوكل وما فيهش يا ربي خاتم. ما عندك زوج خواتم قلنا، خلاص روحي اشري انتيا، اشري السلسله دوزيام تعود طويله، هذه كارتي تحكم لك الرقبه تاعك، شي وحده طويله شويه كيما هذه. ها استنى شوفوا نوريكم، ماشي هذه، ها هذه تاع الدولار تاع العرس، هذه خطينا منها نساي هذا درك، هذه كيما هذه. ها شفتوا هذه، ها هي هذه تاع الكرافاش طاليان تاعنا، والموتيف ها هو الراس سامبل. خلاص يعني شري سلسله هذه طويله، انا عندي مثال هذه في الرقبه تاعي، وهذه شي طويله في الخرجه نبسم فيه زوج، تعود هذه حكمتي رقيص الرقبه تاعي طايحه شوي، وهذه طويله حتى يعني هكا تجي تستر شويه مليحه، يعني مليحه. معناها شري سلسله انت خيريها طويله شويه بالموتيف يعود باهي، وشري غورمات مليحه، غورمات مليحه. شوفوا غير تاعنا الغورمات اللي ديما نوريها لك، نشري ب 3 ملايين و 200، 3 ملايين و 200 يا سيدي. شري انتيا هذه نقولوا السلسله ب 6 ملايين، يا سيدي شريتها ب 5 ملايين، سيدي 5 ملايين خلاص شريها غورمات، وتعودي انتيا عندك، عندك شوفوا تولي عندك زوج سلاسل، وتولي عندك غورمات زوج سلاسل، وحده هذه ووحده هذه صح، وتعود عندك غورمات، وتعود عندك لي بوكل، وتعود عندك زوج خوات. الله يبارك شرطك، الله يبارك. هذه اذا حبيتي بالحاجه بالقطعه بالقطعه، وتلقايهم كاين تاع الدار تاع الخرجه تاع كذا، هذه تلقايهم. اذا ما حبيتيش كيما النوعيه هذه، مش عارفه انا، اذا كنتي من الشرق احنا نحبوا التقليدي، شري هذا تقليدي مسايس احنا، لانه في العراس نولعوا بهم. انا يعني قلت لكم هذا تقليدي، ها شوف هذا تقليدي، هذه وهذه، هذه وهذه قادر يجيبوا لكم 20 مليون. شري كيما هكا سلسله و وزوج مسايس، بصح هادو هي تربحيهم من ناحيه، تربحيهم تربحيهم، بصح يعودوا ما عندكش تاع الدار، تاع الدار وتاع كل يوم يعود ما عندكش. دوك انا هادو نفضلهم انه المرحله الثانيه، هادو المرحله الاولى اللي قلت لك عليهم، والباغيغ والحوايج تاع الدار والغورمات وكل شيء، واذا كنت خدامه تلبسيهم، اذا كنت خارجه تلبسي غورمات تاعك، اذا كنت بصح المسايس هادو راه غير تاع مناسبات، وهذه تاع الدولار غير تاع مناسبات الاعراس، احنا في الشرق راه نلبسو، ممكن في العاصمه ولا كذا ما يلبسوش، يعني حضرت انا في العاصمه ما يلبسوش بزاف، بصح غير اونسومبل هكا وخلاص، ممكن دير باغيغ ولا على كاك، انا حسب المنطقه تاعك. احنا في الشرق الجزائري نلبسو، نلبسو في الصحراء والشاويه وكذا، نلبسوا نلبسوا الذهب، نولعوا بالذهب تاع قسنطينه تاع كذا تاع النابه تاع الكل، يولعوا بالذهب تاع الشرق الجزائري. اما المناطق الاخرى والله ما على بالي كيفاه، يعني حسب المنطقه تاعك. ما حبيتيش هذه، هذا الاختيار الثاني، روحي الاختيار الثالث، اشري ما عدا باغيغ، ما عدا باغيغ عندك مكان فيه خاتم، فيه غورمات بوكل لي بوكل، وفي سلسله، ويكونوا ملاح ثقال وملاح تاع 20 مليون، قيس 20 مليون، قال 20 مليون بين الباغيغ تاع 20 مليون، حطيهم قدامك وقول له فيهم هذو الحوايج، فيهم لي بوكل وفيهم خاتم، يعني فيهم فلايك تاع وذنين، تاع وذنيك تعبي وذنيك، فيهم خاتم تلبسي وتزيدي الخاتم، فيهم غورمات اذا خاتم ما حبيتيش معيش نقصي باش تزيد لك الميزان، وفيهم غورمات فيهم سلسله البسيهم. خلاص هذا تود عندك انتي سلسله، شريها غير مدوره ماشيش طويله، شريها قيس الرقبه تاعك باش تبان، تلبسيها في كل المناسبات، يعني في تكوني عروسه في الدار، ولا كتجي خارجه، ولا في عيد، ولا في عرس، ولا شوفي انتيا كيما نقولوا حنايا النوعيه والموديل اللي يطيح لكل المناسبات، وكوني ذكيه شري باغيغ، نصحك بالباغيغ، بالباغيغ باغيغ تاع 20 مليون جيبيها وخلاص. اذا ما حبيتيش قلت لك روحي كل قطعه وحدها، هذا مكان، وربي ان شاء الله يعني نكون عطيتك بعض الافكار كيما هكا، وشوفي الحاله تاعك انتيا واش من منطقه، يا تشري بالقطعه وهذا هو الافضل، يا تشري باغيغ حتى هو ثاني احسن واحسن. هذا اختيار يعني اللي عندها، عندها حوايج تاع الدار
وحبه تزيد تشري سلسله ايله وتشري مش شرط هذه تشري تاع امريكا هذوك شتو تاع امريكا هذوك كبيره هذيك مع غورمات تاعها كبيره ثاني 20 مليون لا هي برك تجيب وحده متوسطه عمل الكبار راه 26 مليون غير سلسله واحده انا سمتها. المهم وربي يكون في العون ان شاء الله وربي يوفقك في حياتك ويوفق كل وحده عروسه وندعو لكم كامل بالسعاده والفلاح والهنا والذريه ان شاء الله الصالحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قولوا لايك سيفو.